بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على شعيرة الحج كلام طويل وكلام عظيم، لأنه يتعلق بركن من أركان الإسلام الخمسة. فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية اشتملت على الأمر بالحج والتصريح بكفر من ترك الحج وهو مستطيع عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكلمة هذه كلمة مختصرة في تأملات في هذه الشعيرة العظيمة. ومن أوائل هذه التأملات أن أركان الإسلام الخمسة منها ما هو بدني محض كالصلاة، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما جمع بين المال والبدن وهو الحج. فالحاج يؤدي هذه الحج يؤدي هذا الحج ويؤدي هذه الفريضة ببدنه وماله، يجب أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه، وهذه ميزة للحج عن باقي أركان الإسلام. من تأملاتي في هذه الشعيرة العظيمة بدءاً من النية، حينما ينوي الإنسان أنه يحج، لننظر معاشر الإخوان إلى هذه النية. هو ماذا نوى؟ نوى الحج. ماذا يتضمن الحج؟ يتضمن ترك بلده ووطنه وأولاده ودفع المال، يتضمن التعرض للمخاطر وللسفر وللضيق وللزحام، ومع ذلك تجده فرحا مسرورا. يترك بلده، هنا يترك البلد بالأيام، في خارج هذه البلاد يتركونها بالأسابيع والشهور، وحينما ينزل اسمه من الحجاج تجد ابتسامته عريضة، وكل يهنيه ويهنئه ويبارك له بهذا، مع أنه سيتعرض لهذه المخاطر وسيتعرض لهذه المتاعب. لو أنه ذاهب إلى نزهة أو إلى مروج أو إلى أنهار لقبل هذا فطرة، لكنه مع ذلك سيذهب إلى النقيض، إلى بلد حار وزحام وسفر ومشقة وبذل مال وتعب، ومع ذلك يفرح. ما الذي جعله يفرح معاشر الإخوان؟ ما الذي جعله يبتسم هذه الابتسامة العظيمة؟ ما الذي دفع إخوانه ليبارك له بأداء هذه الفريضة؟ لا شك أنه الإيمان، الإيمان الذي وقر بالقلب وجعل التصديق في هذه الفريضة العظيمة. من التأملات في هذه الشعيرة العظيمة الإحرام، وهو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حينما يبدأ الحاج لبيك اللهم حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة، ائتوني بفريضة يتلفظ بها الإنسان بالمنوي. من يقول اللهم إني نويت أن أصلي، أو أني دخلت في الصلاة، أو ذهبت، أو سأدفع مالا للزكاة، وهنا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي: لبيك اللهم حج. ما هو المنوي؟ هو الحج. فهنا تلفظ بالنسك، وهذه ميزة للحج عن غيره من أركان الإسلام. كذلك من التأملات هذه الصفة العظيمة للحاج حينما يحرم، حينما يتخلى من ردائه، حينما يتخلى من ثيابه، حينما يتخلى من تغطية شعره، حينما يتخلى من لباسه وسراويله، تواضعا لله جل وعلا. يتساوى في الحج الملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، المدير والمدار، الغني والفقير، كلهم سواء، كلهم تلبيتهم واحدة ولباسهم واحد ومقصدهم واحد وذهابهم ومجيئهم واحد. ولا تجتمع هذه إلا في هذه الشعيرة العظيمة، حينما يجتمع الحجاج كلهم في صعيد عرفة، والحجاج كلهم يجتمعون لرمي الجمار، والحجاج كلهم يجتمعون في الطواف بالبيت، لا تكاد تفرق بين أمير ومأمور وبين رئيس ومرؤوس. لماذا؟ لأن الكل تجرد لله الواحد القهار. من التأملات في هذه الشعيرة العظيمة
ارتباطها بذكر الله جل وعلا، ارتباطها بذكر الله. يقول الله جل وعلا عن الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. انظر أيها الإخوان، كله بذكر الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالحج كله لذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عند رمي الجمار تقول والله أكبر، عند البدء بالطواف تقول الله أكبر، عند البدء بالسعي بين الصفا والمروة تذكر الله سبحانه وتعالى، عند الذبح تكبر الله جل وعلا، في المشعر الحرام تذكر الله جل وعلا، تنتقل من ذكر إلى ذكر، وما ذاك إلا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حينما يتربى الإنسان في هذه المواطن على تعظيم أوامر الله جل وعلا، هذا حلال وهذا حرام، شعرك الذي أنت تتحكم فيه لا يجوز لك أن تمسه ما دمت محرما، زوجك التي هي حلال لك لا تقربها وأنت محرم، هذا الطيب وهذه الزينة وهذا اللباس تبتعد عنه ما دمت محرما. لماذا؟ تعظيما لشعائر الله جل وعلا، تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. لذلك حق لهذه الشعيرة أن تكون من أركان الإسلام الخمسة. هذه الشعيرة من أداها كما أمر الله جل وعلا قربته إلى الله سبحانه وتعالى وجعلته من المتقين. يقول الله جل وعلا في آية الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الله جل وعلا عن المناسك: عن النسائك التي تذبح: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن الحج شعيرة يفرد الله جل وعلا بها، ويذكر الله سبحانه وتعالى بها، ويخلص له بالعبادة فيها، ويتجرد العبد من حوله وقوته، يتجرد العبد من جميع القصود والإرادات إلا لله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر الحج لمن أراده من المسلمين، وأن ينحن وإياكم الفقه في الدين والتأمل في شعائر الله والنظر فيها كما أراد الله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.